المشاركة في ظل الصوت الواحد ما راح تحقق أي شيء ولا تقود الإصلاح. ويكفي الآن يعني نعم نشوف عودة انتفاخ الجيوب في بعض النواب، انتفاخ حساباتهم. مع أن تذكرون أنتم لما جاءت انتخابات مجلس 2016 أغلب المرشحين حطوا 10 نقاط، 1 2 3 4 كلهم يعني ملتزمين فيها. تقول الحين هذا راح يكون إنجاز عظيم. اليوم 2 ولا أي واحد من هذه 10 نقاط شفنا له أي نتيجة. ماكو حد، لا ما حد سوى شيء. ومع الأسف حتى يعني ناس من الأغلبية قالوا احنا بندخل نصلح، وكان عندهم أجندة معينة أدناها اللي كان ممكن يبدون فيه تحصين الجنسية. ما على كيف أي واحد بس تعال والله شخطة علم بغير مبرر اسحب الجناسي، تهديد المواطنة استخدم كسلاح عشان يهددون المواطنين. هذين لو مجالس صوت لو واحد منهم تبنى هالمشروع القانون ولا أكبر شنب من ذيل اللي صرخوا أثناء انتخابات وبعدين خفت صوتهم، بعدين بتجوبهم بعضهم تنترس، يتجرأ إنه يوقف ضد هذا المشروع أو غيره.